دبتنا وحكوس أروري إن شن حديث جارسة أما سك بضمة وحسوق أطي آيات كان إنه آخرين أي آيات كمدة صحيح مسلم كوحكوية الله نبي صلوات الله وسلامه عليه وحيه هبين إيام ما لنتو تجي مايان لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى هبين إيام ما لندمان مايان إلا اللات يعزى والله بس أنا ما يعربت لها يدب له عابد مويانه عائشة أكفر لذا وحيتر يا رسول الله إن كنت لا أظن أن وحن مودة يبيت المركي أي سودك تي آيات دطان ورانيسة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون إن أرن كاسي ورنما يستر ميبان مودي إمحاسو علينا يا إن لا تأي عزاه دنا دبلو عابده يعني وحي لدي إسلام كوا كان قولي استي قرآن نو سودة كيسا الشيقية محا دبو سوء علينا يا قضية دطان نبي حكويري عليه الصلاة والسلام إنه سيكون من ذلك ما شاء الله يعني حديث كان صحيح مسلم كوي الله وحط المامية إسلامك وقتك آياتنا إبو حسين إساء ولي إنو يهي وقت صاصع له نبي صلوات الله وسلامه عليه حديث كلو إمام مسلم ورين يوحى وقت المامية إلهي باردولك إي أروريي بو نبي قوير إن الله زوى لي الأرض أي جمع وضم إلهي باردول كوردني أروريي كان ما إن تيفي لغتو سيوكالي فرأيت مشارقها ومغاربها بري إيه قلبيت كيدا بوان أركيبو نبي عليه الصلاة والسلام وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها أم الديدة ملك جيد وحو قاري دون أبو نبي عليه الصلاة والله وسلام عليه إنت إلا يسمي تانا ولمي قاري إذن ومستقبل جديد وصوص على وحو نبي عليه الصلاة والله وسلام عليه ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين دين تتن إلهي وحو قارسين دونا إنت واكبر يقبل كدمه يعني وادوك دمانتت مركز النبي وحو يري إلهي قري كتغي ما يمد مي كيال يمد مقالة كيال طونة ما هي مقالوين كواوين أردن مع تولوين مع عبادي قري دوني كويا لا إلهي كتغي ما يو إلا يدين تن إلهي وقلين يا سبحانه وتعالى الدون كان أدارك إسان دمانتي وحق قري كويا لا وحو النبي محمد الله صلوات الله وسلامه عليه دين تن ويقلي دونتا وحيكو قلي دونتا أبو نبي قري بعز عزيز أو بذل دليل أما قصب يحوق يقف السلامي أما مد لغا حوق باته يعني لبدا كيدون طبها النغطي ويقارس يقوري كستا عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر حديث كان يوحو شيغا يا مرك إن إسلام كو قاري دونو قوري كستا دوني دكو يالا إذن وحي نوغن إنان ولي قاري ومستقبل صاصع على حديث كلو نبي صلوات الله والسلام عليه وكوري ريوحو كت المامي أبي قبيل نكال إذا دوحو لي أنه قول لفردنا عبد الله بن عمر بن العاص أنا قول لفردنا وصحابي من كتاب الوحي كم ده أنا قول لفردنا لو يديبوا اللي بدأ مقالة تيابا الله هرفرنا إياه قسطنطينية وإسلامبول ماشي أنا مكال إذا إسطنبول إيا الرومية رومية نوى الروما روما ده تلياني قاعد تغانين مركزوح يريبو يري صندوق أي كان صندوق بالله كان حلق له صندوق يبو فرق دبيتنا صندوق كتاب بكسو ساري وحولي أنا قول نبي قال لفردية صلوات الله وسلامه عليه ووحي قرية أي سؤاشنا أي ويدين الثاني نبي قال لويدية صلوات الله وسلامه عليه مركي لويدية لبدا ما قالت يا الله هرفرانية أي نبي قول حكو جواب قسطنطيني يا الله هرفرانية رومي يا باكو حيقيس وحكى له النبي قلت الماما يقول لي مدينة هرقل تفتح أولا مدينة هرقلس نكي اللي ورنش ريب الله هرفرنا حديث كلا الصحيحة وحكى النبي قلت الماما وحنو نقالنا مدينة ستاد بغلصة
كدب نبيك ميلها سيبا لفرطة تكالنا وقصب لفرطة وحن نبيك تلمامي إن بنما يتشوغي دونتو دبتنا إلهي ورفعين دونه خلاف على منهاج النبوة وين يتشوغي دونتو دبتنا للرفعين دونه بغرطوية إنا إيمان دونتو دبتنا للرفعين دونه كوة ديكتاتريسي إنا إيمان دونان دبتنا للرفعين دونه وحكو حيكي دون تبو نبي قولي خلافة دنبع على منهاج النبوة. كل هذه الأحاديث يا آيات كان قرآن واحد المامي المستقبل كالدنيا التاني حقا وكي عدونا فحن كلاو لأني ومحي مقومات كالشيقية هذا ومدى التانيين يدبو صوك عيس فحن لأني هيكو وكتابك يصنى دا المحفوظ كاه وأممك كالوحي هستين با محرف نغضي أولا بدلو أولا بدلو أولا بدلو مركا كالسوني دي با اللونطي لكن كتابك القرآن والسنة هو إلهي با إلهي سبحانه وتعالى مركز تو أدركت مركز أدتك وكتابك دبو قنقون يو أقوال الرجال يو حار نافية مركز تو أدركت مجتمع والسنة دبو الله ما يبدع كتغي معنى يدو حويا وحي سورد دو وقت إسلام نمضى يدبو صنع الله ولذلك دين تتني أدان سوق هذا مثلا CIA هذا مريكان بوغا يقرتين الله يقانو World is Facts Book أي كاقاو الرمان دوني ده حقائق ديدة يوحا كتيرا وحا يشيغي يان كنتون كيسا ندودة وقدن بيبا يلا دين المسلمين وحا أي بضط لابا بغل يشن إيا صدن بغل كيبا 235% أي بضا طيبة إليه إسلام كوبا إليه إنه الدين تا أغفافك بضان لما أنت الدوني دا كوركي هذا صار وادك مريكان وحالة إلا لاباتان إيا شنكونا يا إسلام نما دبوغو صور نغضا سنت كستا لاباتان إيا شنكونا أغف ترادة هندسي غير لاباتان إيا شن تاسي لاباتان إيا شن تاسي هذا ينا سي كانان إنلاق إنكلا سي كانان إنكلا سي إنلاق وقت يربو وحبا دا نفافة وحال قلت الماما يا مانتا مسلمين تو الدوني دا إني سي غير عادية أي أبطين وحين لأن أي بدنده النمو الديمغرافي أو الانفجار السكاني وحي كنت المامان خير قلبتك أما الدراسات كان علمي متخصص كاي بشيكي نانو لأن أي وحوال الله أدرسه مركا أي دراسات كاي استراتيجي كاي وحدرسي شيء بالله سوق هذا شيخ مركز السوق هذا وحلا إذا هذا مستقبل كشيخ كان محوله يهي وحلا إذا أنت سوا عامل وحي شيخ إذا شيخ كان إنه صوب ضن دونا محوق يسند دونا مو حس كل عيد دونا كو أنت سوا شيء نو وحي شيخ إذا شيخ كان إنه أمد ضعيف دونا ما يران دونا إذا موقف كنا استراتيجي جوا محب السويدية شيء ولا دراسي ولا أركا مثلا سلام بلا دراسي مركز الدراسي وحلا قاطع قوان أورانا إياه إسلام هو فافيا وترب ضن إياه dad badan baa soo galaya ee marjiciisi dib ay dadku ugu wada noqonayaan islaamkii saxiixa ah dib soo laabmaya aragtidaas aad timi waxay isweydiinta leh maxaa niqaat dhaaf ee jira khilaaf baa u dhaxeeya kan baa u dhaxeeya saata ma u dhaxeeya culimada istaraatiijiga wax kale kama shaqeeyaan oo daros ka markay sameeyaan waxay yidhaahdaan ma mowqifna tijaa hada mowduuc baa markaa la isweydiiya xaqiinu inagu iska taageyna xaqa iska taageysa markaa waa inay noqotaa hadii wax aad dani kuugu jirtana وين تسكت إذا النقاط ضعفك ما لها اللي دشدنا إن تسيع ليه إذا أنت إتال كا جيسو جيسو ما لها حوج إن تسيب بالارسو هذا ذو أركتين عكسك كوي عاد وجا جو حوجي سيهينا وين عكسك مركا وفكرته استراتيجية ذا وين مركا قصة لا سناتا نقاط القوة سدا تفتيت وقصة ما لها هيد ودم الله هيد وين تسكت إذا ما لها حوج وكسو كيرنا سدا ما لها ضعف وكسيرنا سدا أتي ربنا الله هيد وسيب بالارن الله هيد وين تكشرته إذن مركات مقاشة استراتيجية ده عالم كله فكرية وحب بالي استراتيجيات كوحوية أن قيب مدروس أو قرصان هي قيب ظاهرة أصيدة والله شقين دونا قيب مدروس كاهي وين علمية وحن لبحثيه يدا أدوات العلم اللي هديك سنيه لكن لما ربا قيب تاين كور لوس أو قاضو إيه وين لقاطة مركاسي مواقف استراتيجية الدولة داسي أما أوركاسي أما الناتو أما وحد دونا بها النقضو ويسكتاقي دونا شايقاس مثلا موضوع ترى بدني ده الدنيا ده
horta aragtidana in dadka la yareeyo waa aragti masiixiya, hada lafti ma fahmi karaysaan, waa aragti masiixiya. waxaa jira qarnigii 17-aad 18-aad meelaha boob noolaa, wadaad noolaa, wadaadada masiixiyiinta ka mid ahaa oo la odhan jiray Thomas Malthus. Thomas Malthus waa nin kale fikradda ay ku salaysan tahay wax allaaliya, waxaan la yidhahdo dadka ha la yareeyo oo dhammi. Thomas Malthus maadaama wadaag kaatoliya oo caynkana waha oo aanu badnidan iyo waxaanu arkaynin, si uu aragtidiisa diineed u taxliiliyo oo uga dhigo masale waaqica, wuxuu qabay fikrad odhanaysa burburka dunida ku dhaca. wuxuu qabay fikrad odhanaysa dadku wuu badanaya, arsaaqduna waa inteedi. fikraddiisu saasay ku salaysan, yacni dadku wuu badanaya oo si handasi uu soo badanaya, arsaaqdu se waa inteedi, dhulku waa dhulkii, xooluhu xoolihii, wixii kownku waa in yar. dadku hadduu batobato oo intan yar ay isugu yimaadaan kuma filaanayso. idan malxal wuxuu leeyahay kow, kawaaristu waa naxariis ilaahay buu yidhi. waxa bala dhacdo o dhammi waa naxariis ilaahay oo dadkaa la yaraynaya buu le, si arsaaqda loogu filaysiiyo daacuunadan iyo daadadkan iyo kawaarista iyo waxaasoo dhammi. laba, cusuubadu diintay ka mid tahay buu leeyahay inaan la guursantu, waa masaladiisi isaga masiixiinimadiisa u rumaysnaa, waayo waxaad ka qayb qaadanaysaa buu leeyahay rafaahiyada basharka. dad ilmo badan dhali lahayd dee aadna waxaad badinaysaa arsaaqda cidhiidhigeedii, laakiin marka aanad guursanin waxaad ka qayb qaadanaysaa bini aadamka barwaaqayntiisii. fikradda ninkaasi qabay waa fikrad masiixiya ah, ayay ku salaysan yihiin wax allaaliya, waxa baxfiya masalada tan ka warrama, asliyana waa baxfi faasida. waayo ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa maxay dhulka markuu aayaadkii uu ilaahay kaga warramay inuu sameeyey, muxuu ku sheegay ilaahay? waqadara fiiha aqwaatahaa baa ilaahay yidhi. ilaah ka cilmi badan oo ka khabirsan oo yaqaan ayaa jaangooyey, kuna jaangooyey in dadkani aqwa cunnadooda ay ka helaan. hal tusaale qur-aan idin siiyo, bini aadamka badnidiisa iyo waxaad moodaa futuuxaadka cilmiga inay wada socdaan. dadku markuu sii kordhaba ilaahay futuuxaad cilmiga u furaa. waxaa laga yaabaa hal hektar berigii hore inay 10 qof 20 qof raashimi jireen, maantana waxaa laga yaabaa hal mitir oo isku weyn inay 20 qof raashimaan. yacni waa futuux cilmiya, marka kastoo mashkilada ay timaadaba ilaahay futuux cilmiya u furaa oo wixii cagsiga u bedesha. kownkan ilaahay wuu ugu talagalay basharkan inuu ku noolaado, marna arsaaqa ku cidhiidhiyoomi mayso, waana wax isdhinac socda. aan ka baxa qadiyadaasi, mawduucayga way ka baxsantay, laakiin waxaan rabuun inaan tilmaamo masderka ay leedahay, inaanu ahayn masder islaamiya ama masder cilmiya, inaanu ahayn ee inuu yahay masder diimeed. waxay arkaan fikrad odhanaysa muslimku wuu badanaya. masalan ixsaayaadkoodan waxa uu sheegayaa waa ixsaayaad waqti hore la sameeyey. waxay leeyihiin taariikhdu markay 2000 gaadho waa waqtigaa wuxuu muslimku gaadhi doonaa buu leeyahay 1.9 billion, yacni almost 2 billion dhadhow. ixsaayaadka dunida run laysagama sheego, inta badan ee ku saabsiisan tirooyinka dowladda iyo dadka iyo waxaa waa la sareeya. waa adiga arko weli soomaalia waa 3 milyan bay nagu wadaan, 3 milyanna imika dee qabaailka soomaaliyeed qaar ka mid ah ba ah baan rumaysnay. calaa kulli xaal, marka la eego waa xaqiiqa aan jirin wax badan oo laysu sheegaya, laakiin waxay leeyihiin 50 sannadood ee ugu dambeysay waa sida uu qorayo buuggan si ayeedu ay qortay. 50 sannadood ee ugu dambeeyey kristanku bay dhaheen koritaankiisu wuxuu ahaa 47%, 74% bay bateen. muslimiintuna waxay bateen bay leeyihiin maxay 200 iyo 50%. taa macnaheedu waxa weeyaan bay leeyihin dadkani si kheyru caadi ay u badanayaan, innaguna maxay aynu yaraanayno. mowqifka istraatiijigii markaa muxuu noqonaya idinkantaa idiin daynaya. waxa ay leeyihiin maalan Britaaniya bay dhaahdaan, horta waxay dhahaan qarnigiina dhaafay bilowgiisii dunida dee yurubiyankan iyo kuwan unbaa ugu badnaa. waxay dhahaan qarnigiina dhaafay bilowgiisii ingiriisku 50 milyan buu ahaabaa la ydhaaha, masarna bay dhaheen 5 milyan bay ahayd, masarna 5 milyan bay ahayd, ingiriiskuna 50 milyan buu ahaa.
marka la gaadho bay dhaadeen 210 almost waa 8 sano meelaha kadib 210 taariikhda marka la gaadho bay dhaadeen masar 100 milyan bay noqonaysaa ingiriiskuna 560 milyan buu gaadhayaa bay dhaadeen yaani from 10 milyan buu ka yimi masar 100 way maraysaa ingiriiskuna kontan buu ka yimi wuxuu maraya maxay 560 si kale hadaanu tilmaamo waxay dhahdaan carabtu 230 taariikhda meelaha markay gaadho waxay noqonaysaa bay yidhaahdeen 400 milyan labaatan iyo sano kadib dhowr iyo labaatan sano kadib 400 milyan bay carabtu gaadhaysaa bay yidhaahdeen waayl bay yidhaahdeen yuhuudda dunida dhan marka la isu geeyo israa'iil iyo kuwaas waqtigaasi 15 milyan bay gaadhi doontaa bay yidhaahdeen haddaad tidhaahdaan inta diinta multasimkee qaadatay waqtigaas 10% ka dhig waa sax walla wadoo dhan waxa koray 10% inuu noqdo imisay noqonayaan 40 milyan oo multasima buu noqonaya waal yuhuud oo dhammaan ay tahay maxay 15 milyan ay tahay walidalik annumuu dimograafi basharku horumarka waxaa la yidhaha gebigiiba waa 3 shay buu ku salaysan yahay wuxuu ku salaysan yahay dhulka dadku haysto iyo waqtiga iyo dadka waa 3 shay saddexdaas falgalkoodii say u horumaraan buu waxaan technology horumarka la yidhaahdo ku salaysay ummad markay tiradeedu soo badato dad minis si gaar u caadi maanta China waa la maaga xuquuq bay ku xadgudbaan dunida oo dhan way ka marmeeday waayo marketka China wuxuu isku leegay Europe iyo Mareykan oo la isku darabu ka badan yahay bilyan iyo waxa dadah idan horumarkan iyo waxaan la sheegayaa tiru ku xidhan waa xaqiiqad jirta tiradu waa factor rasmi oo kamida istaraatiijiyadoodu marka iyaga waxay tahay galbeedkan aynu joognaa dagaalkii labaad ee dunida Faransiiska iyo Jarmalku intay kaga baxeen Faransiiska waxa la yidhaahdaa wuu ka yaraaday intiisii hore bal qiyaas ummad 50 sannadood ama 60 sano sii yaraanaysay waxaa odhanaysa waa miyaan dadku wax dhalin waxay dhahdaan labada rate marka laysu eego ratka dhalashada iyo ratka dhimashada badan inta dhalatay inta dhimataa badan inta dhalatay inta gabowdaa badan waxay dhahayaan xisaayaadka yaru marka la isku celceliyo laba kasta oo isqabaa labadii bedeli lahaa ma dhalaan bay dhahdaan haddii tirada guud la isticmaalo waa 1.7 bay dhahdaan yacni halkii la rabay labadu inay laba soo saaraan hal iyo comasiv yacni 0.7 ayay soo saarayaan taa macnaheedu waxa weeyaan dadkana way sii yaraanayaan inqiraad baa ku socda laakiin si inqiraadka loo joojiyo maxaa la sameeyaa waxaa la sameeyaa xawaabistii oo dhan in la sameeyo kow family valueskii in dib loo ammaano wuxuun la isku daydayo in la soo celiyo in la isku dayo islaantu hadday uur yeelato in lacag la siiyo hadday dhasho in lacag la siiyo haddii ay umusha ku jirto oo shaqada ka fadhida in mushaharkeedii la siiyo haddii bale odayga in fasaxa loogu daro dee way ogtihiin wadamadan ay joogaan qaar ka mid ah islaanta markay umusho fasax bay leedahay sanad waqti gaadhaya baa laga yaabaa mushaharkeedii 180 ama wax ku dhadhow inay qaadato bale waxa la yidhi odayguna ha la farxo isna bil fasaxa buu leeyahay isna waa la umula kullu dhalika waa maxay waxaas oo dhammi waxaanoo hanti iyo lacag iyo wax maxaa laysu siinaya waxaa la rabaa dadkana inay bataan muqaabilu dhalik dunida saddexaad ama dunida ninka madoobe jooga ama dunida muslimku jooga isku dar waxaas waa isku kooxuune wax badan isma dhammaane kooxdaasoo dhan iyagu wax weeyaan waa badanaysaane waa in laydin yareeya kooxdaasoo dhan kondom iyo baa laga xayay siemka haddaad tagta Afrika iclaanka ugu badan waa kondomka kondom iyo waxa la isku mudo iyo sii dhalmada loo joojin lahaa iyo waxaas uma xayaysiisku yahay bale shirikaad westernka ka mida baa waxay maalgeliyaan wax halaaliya wixii kharash ku baxaya rag iyo dumarka la dhufaanee matalan latin america oo kale ah waxaa la dhufaano oo dhan kharashkooda shirkadaha bixiyaan kullu dhalik waxay u socotaa waxayn leenahay islaamku waa the most waa the fastest growing religion kow waxay leenahay numuu demografiya baa jira oo waa dad badanayo kobcaya laba waxaan leenahay waxaa jooga kitaabkii iyo sunnadii ayaa yaalla saddex waxaan leenahay waxaa jooga ataa'if almansuura oo bulshooyinku si ay u noolaadaan si yari kuma noolaadaan bulshadu si ay dib ugu soo noqoto waxay u baahan tahay cid lagu daydo waxay u baahan tahay mithaal xayiya nadariyaadka buugga ku qorana in badan wax badan ma sheegaan laakiin kitaabka qur'aani markuu noqdo kitaab qur'aan oo xay iyo noolo soconaya
وجود example بنادم كواي نكو قرار لي سمعلو ده هذا مركو أركو وكو ديانية. ولذلك إلى هاي سيدي سبح سبحانه وتعالى ما صادرين كتب خالية أي واحد صادر أي محي رسل رسول كوا محي وتطبيق حي جها يعني و practical و moral وشيء اللي جد ديانية كتاب كرناع أو نقنية. ولذلك بقى النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه وحاها محي قدوة في العبادة في الجهاد في الأبوة في التربية في كل شيء إساقا أبوه هو مسلمين هذا إمام القريطة إساقا لقد ديانا إساقا الخير بو قبي إساقا الخير بو إلالين نفقات هانتية يباهين يتأدبك يتدرينك يتشعورك يتهويك يباهين بوها مع ذلك هدنا رئيس دولة ديت بوها وقرية كما مشغولين ومضى إيا وحو قبان لها مع ذلك هدنا عابد بوها هبين يمالين بإلهي وتاقنوا عبادة السنة ومصالح دا دتك ورنمي كما مشغولين مع ذلك مربي بوها دتك الربين رحيم بوها مجتمع كل حجرة نمبل شيد بوها وإق قف قصتو مسلمة ولنو ليعني بتحي ستا بل إق سيدا يوك المالين بو قبل وايا مساجد كيشوغي شرتي ورهب لا يمياد يبو يولي marka say muslimiintu shaway fudayd sadeen ba waxay dhaheen de ya rasuulullaahi way dhimatay dibatana waanu soo asiro ku soo tukanay maxay igu sheegi waydeen buu u ka dibatay ku soo tukanay yani bi mujarrad iyaguna istisgaar sadeen oo lahayeen de maxaynu nabiga uga sheegna salaanta nigeriyote de aan asno maydno ku tukanow isna u leeyahay maxay igu sheegi waydeen kana yatafaqad mujtama'u nambu baada ya aynkan idan mujtama'i muslimiinta hore waxay dadka kaga gadisnaayeen quraan soo dagayo kitaab ku qorono saana may akhriineyni rasuul subhanahu ya quraan bay haysteen kana khuluquhu alquraan idan ataifa almansura markas ta umada nooca sayuti wa taifa di hanbar sanayd kitaabka kan kuwasina bidin ilahi taala wa jooga wax leena waxyaaba muujinaya mustaqbalka islaamku ku leeyahay caalamka kan wa ba'th alharakat alislamiyya dib soo nooleyntan dib ay u soo noolatay dadku inuu islaamkoodi ku dhago أو دبو قبصده إيادة الدنيا الدقال كما دنبايس الغهيو دل قراع لين وحوال بايضة الغهيو نقال لكن قفك مؤمن كاهي حول أمان ولا ومقع أمان ولا إلهي درتي إنا نردمته أياك شرفتي بدن إنا ننقو مقع يما مسلم دين دحشوغو إذن قفك مسلم كاهي وحن للوسكريني وحبه ماركو ده مين بوينت للوسكريني وحبه ماركيني دين تيستي دير فروير فروه كاهي الالية ولذلك وحنا لان حركات كاسلاميغا وحا اي تلمام يا نو دليلوين دين تا قونتي دي واي فافس ودد عيد كلا هيغنا سومالون كدخيك صدن سنادود مساجد الصوماليه نن عرل مو يان انا نكلا با دختاغنين با لغيابا ما انت نو حلغي بين مساجد ميلاد كيتو كتويد وحنا لان صدن سنادود ان ودن كوردن لبا صدح كتاب ولا صدح شيخ اخرين ين اني جوجين ما انت نو حلغي با مغاله كستا كونتن كتابن لو اخريا وعلمي يوكل النوع في كل الفنون إذن دائرة نواة تتصع ويسيب بلارانيس وحلين وحك الله صواب بلارانيا دائرة مركز طيب بلارانيا معنى هدوا محي وحوين جمود كي بلوميا نقحوا قدتك أي نقحا هايان انت آراء الرجال ونسكقاتنا إيمالا هايان اجتهاد بصواب حيا الددال بصواب حيا مسلم معاصر نقاليه هنو انجينيرو أقويه هنو كتابك عليه السنة دي نبي نسفي عنو قرانيه النبراسيين أي صواب حيا وعلنا وحسي بلارنا يا تعرية الجاهلية أو شيء مهم تعرية الجاهلية محين وشينا مسلمين تواوي ضعيفين مركي يدوميين دبتنا ننك عادية وسكا اكتسا وحي يلبا وحقي موين لا لأها تسوحي نقطة يعني انهزام داخلية قفك بن آدم كي مرقلو تشبا ومركا ويسديبه او يسلاه ولقى علم بدين ولقى حق بدين ولقى تبر بدين مركا وشبا almost عن طوع النوادي الراعسة مركا ربعي ستاني كان ينو كاعغل بدايو كاعلم بدايو كاقسبرسيو كواحوال بكاية هاي ده وينات أرده نغطاهو قانستا مركا وينات سديبتا لكن مركا قفك هدين لغا حوق بطا ديقوان تار ربعي سنين هذا ربعي سنين انا قول لغا بدنين انا سورتا قلتي وحا هايورنا انا اتبران كرتو انا سورتا قلتي انا دادو وحديرتي ات ربعي سنتي بنا آدم نمدا الرسمي انا تادتاي تسار رميسان تهي ويتكوري كرتا وانا دلو الله مي كرتا هدي لغا حوق بدينا وقتو بيكو قادن سمويا واتسكرد عين كرتا مسلمين تي وقتا جري انهزام داخلية وعلمانيين يا الشياطين تي سوق تقار الى هين مرة بتانينا ينهرو مرنو يورب دين تي تورتان دين تطور مرة بتانينا ينهرو مرنو نظم كقلبي دون
حتى النخاع مد مالها سيدة وقادن إسلام قد دبل لوغو نقضى بينا والردة حضارية وحاسا مجتمع رميدة تنوي تشابين. أما الآن عيبتي ننك عادية دا موغطي سيقابا موشي يعني قد لولو ينكيسي إيا مبادي دي سيدة وليدتو إيا وحانو هيينا عقل بشارونا يا حيد إيا وحا هايستامان توا واضح تاسي مركي سي بلارته سي بدته إيه مبادئ دان ضعف جيدا يقود دلول كده وروح لغاية رق خبراء من مفكرين مسلمين وواوين وقرين يومو غطي والله إذا خبير هبل أمبا وحن نقدي كرا مارك كرا ما أنت روح ويان قف كستوى مسلمة شاهدوا عيام بكيين وحن وح بن آدم كل رغمان يحين إذن ووح سي بلارنا يا مركا داركتو سيستم كودي نقالو صاحد ميا سيستم كودي سياسة دادو صاحد ميا سيستم كودي سيستم هذي يوردن مركا داركتو ودا الدبولا ودبك الريحة وموقنسة ووحيابا كينية إن دبوبته وحن لأن وحيابا كينية أن لا يهي مباشرات كويسور لو يوحا كميدة ابتلاءات ومدها داني مبتلى نقن عدبو وحمدي بته نبي الله إبراهيم إلهي محكو سمي والله يتحامل كم بالغو يتحامل كم بالغو يتحامل كم بالغو يتحامل وإبراهيم الذي وفى أبا إلهي وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن والله يتحامل دبتنا إتمام بولي إتمام كاسمك وكصوب حله بي أي إلهي إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين إذن ابتلاءاتك لما الشيبانك وهي موشنية امتحان كان إنه بني وحي موشنية كو إن تصفي أي شرطة إلهي دات كانوا كالسوعي لبا إني تربية هاي وضد نماذا يرغى نماذا وحال غبرت مواقف شدة نندركسني وحما ما برته دركت والله لسه هذا وحين لنا أممكم مركي دبتوا قبسة تبي فكران وما دو مركي برواقي سين إن يرو دركت يوم بحاجة دون توضة دتك كلنا هم يجسكن نعلم بنا غدا لكن أممكم مركي رساشن كجلان مركي دبتوا جلان مركي عداد يسكن دريمان مركي ساع عقوش كعضة وحين لنا ابتلاء ومركي ومنبهات عقلية ما أها قفكم مسلمي وحو يسكن دي بوي دوا نلطو ماي أما وانا لقى حق بطي تسوى ورانشرين نين إلهي لا عيد وكما حق بضطه لكن وحييت المام ينكو تصفية دي إني بضان يصدقك وكلا بحي منافقين تيام مؤمنين تيام وحن ورد لك العرق ضد بضان مسلمين إلهي غبشك وكف إيدي يو وحكان إن دعلك سار وحن لان ابتلاءات ومنبهات يام موقذات إذن أنا أقول حنو أركان إتيا أستان مستقبلك وحكي الشيء جيس منعطفات التاريخ الإسلام هذا ده اكتنا ومركز تو إسلام كوي حوق صور نولاضي إسلام كوي مال مرايا يا نبي قريض علي سيد رداتي مشكلة داس دبي دردرو قال سيد مسلمين ته وقال حوق إستي مال يدوم مرة سبع مسلمين تو إسخلافته ويستلين فتوحات يوردن باحد مي مدة مركي اللي استلين واحد لو قادر ربشة دمشة شرطة دبي له هالشيء شنتي سنضاد خلافية مرن كتري وحبا ما فرمين مركي دبل له شيء معاويه دبل له دبي دبي وفرن تفتحات إسلامية ومسلمين تسلكتين تطار بايمي مال حمبا لقارسي ضد بايلة هاي صوصارة دبي وحوق استين حروب السليبية بايمي عماد الدين زنكي يا محمود الزنكي يا محل إذا سلاح الدين الأيوبي كوح دا سائلة هاي صوصارة دبي مسلمين توكعين الإسلام لا يموت مركز تاوردن كسيح دبا دبا لكتوسيا إذن وحنو أركان مبشرات كفي عن إني كم ديهين وحيابها مغضاء مشكلات كثيرة وبعدها بعد الابتلاء بالتمكين يماضى إمام الشافعي بي ويدية إمام الشافعي بي إرادين إن لغو مكان سيئو وادقوش مركي بقادو إيا إن لغو نباتي إيا مارون إمام الشافعي الدين ما بتشرته وحي شيء سه لا اسمه بام مكان سياه دان لا يسيب تلاينين ابتلاء جاه الرأي إمر كا ابتلاء دعوهم بعض تمكينكم يمادة وحن لنا ابتلاءاتكم حتى قلبيتكم ساسي وركان نك أنا جين شيء أرنولد تويمبي أرنولد تويمبي ما وحلا يدا دا مقال بولي وآد وقد درم رايكن كي يهودة فأكتبوا قبائله وأخبث دولتين في العالم أيك غبيشري مركز وحو يري مرايكن يا يهود وحا أرانيت بودي إني مرر شبان ويقيم كأخلاق غابي بران لها يبودي أممكم مركز شبان بيقيم كأخلاق غابر تنبودي
لكن قول متتابع ابا يسرع عليه بيقول دبا ترى خبثي هلكا سكن حلين بيدا يعني انسان كو انه مرجبا ما وحون اركا وحي كانتا مراجعه ربضان لينو ديبو حساب تمام وحي لانه وها سدم وحي كان يرينو ديبو فكرنا وحي لانه مجتمع مسلم كاه مواقع دا وكنو ليهي ايا وحو كان يا الموقع الاستراتيجي في العالم او استراتيجي سن مسلم بادغان We are in the center of the world. So what are you saying? You are saying that the center is the center. I am saying that the center is the center. 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 The Muslim is the center. The center is the center. The center is the center. The Muslim is the strategy geography. The Muslim is the center. Second to that, we have to say that the Muslim is not a good thing. The petroleum is not a good thing. The Muslim 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 is not a good thing. أما غاز هالنقطة، أما بترول هالنقطة، أما حتى معادن الذهب كيا واحد على شجار نقطة يجوه استود كتيرة. واحد قال الله إن هاي إنرجية الدنيا ده هو قال سنة للرادعين هي عد عدة كم ده؟ أنت هو عد عدة بدن مسلم بعد دجن. وأنا إنرجية ده مستقبل كائنات كلور رجينيه. أما واحد بيرس هالنقطة، أما واحد كان يورو برضه ما واحد حكومة بيساسة تحت بلاد بيوح بيرة. أدنى هذا الله بيجت وانك بلاد بيوح بيرة كار لهم بدل درجة شونيسة. واحد لأن موقع هو طاقة بدن دوني دا مسلم بعد دجن، هل أنا أرض خصبة وحكي به كلام بيد دجين، وأنا حق بالله منافعة، وحد أنا السودان أقول له كذا، أي كفلان عالم الإسلام يردن، إنه يفيد قرين كرتوا، أما يراشين سين كرتوا، وحل أنا وحيابها صورة مو مقومات ككينية إسلام كونه صار نولانية، إن كتاب يسوع النبي سعي محفوظين، إن طائفة دي اللي قد دينا يا يشوكتو. إن نمو الديمغرافي يجره إن السلام كفافستيس يجرته إن تعرية الجاهلية يجرته إن موقع استراتيجية مسلم كده جاي إن طاقات كي انرجي الدنيا ده ميجو هوسيا له مقابل ذلك وحن لنا الحضارة الغربية إفلاس كي دون الصعدة إفلاسك وكعتانك كعست دون الصعدة أخلاقيا ويوصل كعيس وحن لأنه وحكا أقفل أن تسالين لإذا هذا أمد بابوكي سنتك وقو أخرس كبضناء ونغضي بوكا ورمى يد فاينال اكسيت إنه يستيشو فاينال اكسيت بوكا لإذا هذا وبوكا ورمى يا قفكو سيدو يسدلي لها كان بافي عن كان بافي عن كان بافي عن أمريكو كان نغضي فارس بوك لآخرية معناه دوام حي وحاوبا هبديني وحاويان يشعليين وابحال كنده ودا كان ينوم كتشوغني ودا ندان سيدنا فيا كودغن داتكا او استيلكا بدن لا ودا خاطرتي طبقه دصره ودا كان كيمين نرويجي لا يداهدو وا ممنوع ان لا شيغا ميديا اي وها كان ودا ندان اسكندني فيا كلا دا قار كميدا تجاب لا سميا وربل دولد سنن قرايه المامي ودا كميدا يورب تجاب لا سميا بل داتكا انوغان مخي سديلان هي سديلان مركا واخ لا يدي دولدو ميل ها سميسو مش أي سماين إيشو دتك استيلة يهيه مادان والله إعلاميو كو قفك طلبيحنا الله سيئن لقن عن كرينا نستيلن لبا دراسة علمية هلا سمايو دتكم حي سدي ليه ويا مركز لو قادت دتكم حي سدي ليه أيه داونا للرادين كرا مركز دراسة علمية سماينو دتكم حي سدي ليه صدق economical crisis بدن بقى يسدل كوكين أيه دت كان يهنتي دي الغلا هاي وحياة بمريك رجنا أيه وح كان إن لك الأوجادو وح صورنا علم بارسة إن الأوجادو طبقات كيسدل يا وكو يا أبدن ما حد طبقة دم كو أنت حامي كوحدة نين يستشو كوحدة نين يسدل ويدو أيه اللي يدخل السماي مركا مركا ماشة تمدد دي الغلا قان عنك رواية كوشنير بالغودي بيا ولا جابو حنيا سوته تسد لي سو حنا وحي الله بهنا احصائيات يصير لوغه هلو علم بارست لوغه بارو انت كدب اديك واحد لو سينيا وسيله او في يعني انت اصلا وسيله انه هنابا لو لي ما يربط بالغو غمدا ما الله يدو لو قبطا ما كان بالغو سميا ما سان بالغو سميا كا انت اصلا دقيقات سين نولان كرتا كا انت اصلا منت بعد حنونك دريم كرتا كا حنونك ادو دريم ميسي وحي بالله شرحيا دولة دي وي فرتي ماشي
wadankii dhamma kuyuubu galay dabeytana baarlamaanku wuxuu gaaray go'aan degdeg ah in la xidho lana joojiyo waxa kan cilmi baarisiisana hal ma qanaaday maxaa keenay wadan wadannada horumaray ka mid inuu kuyuu u galo in la isdilo how is it say kuula muuqata daarahana eeganin basharka eeg dhex taagan filosof hindiya ayaa professor godwin la odhan jiray kursiga falsafada ee cambridge university ma filaya fadhii jiray modern wickedness buu galay dhaninkii qoray ayuu la kulmo deetana wuu ku jeesjeesay falasafka hindigii baa wuxuu ku yidhi waryaah idinku ka waran buu ku yidhi ingiriiskii idin gumaysan jiray xadaaraddayada iyo rarga miyaanan meel sare maraynin falasafka hindiga wuxuu ku yidhi idinku waa taqaanin buu yidhi inaa sida kalluunka badda dhexgeli kartaan sida shimbiraha cirka duuli kartaan laakiin weli maydan baran buu yidhi sida bini aadamka inaa dhulka iska socotaan yacni insaannimadii baa weli la adin buu leeyay as a human being inaad tallaabsan karto still aqoontaasi way idinka fog tahay buu leeyay idan waxaan leenahay maxaa keenay intixaarka intan inuu dhaco westka idmaan baa socda iyo mukhadaraat mukhadaraatku waxay leeyihiin xuluul ay ku tala galeen xuluushooda waxa ugu badan maxay tawciya in dadka la wacyi geliyo in dhibtiisa loo sheego in side effectska kale uu keenayo la yareeyo waxaasoo dhan waa u taag waayeen xuluusha kama dambaysta ee la isticmaalaa waa maxay waxay yidhaahdaan un war dadkii wixii looga taag waayey inaanu mashkilad kaloo jaanibiya keenin ha la fudaydiyo soomaydan arag inay irbadaha qaybiyaan dowladdanoo irbada qaybinaysa ma aragteen way ogtay in waxa laysku mudayaa uu darag yahay ee dowladdu sawtii daragga la dagaalamaysay no other solution solution kale ma jiro ee war un bal aidis iyo baliya baaska inaanay isku taltallaabin nimankan nin walba irbad gaara siiya malqacaddiisa markuu karsado uu isku mudo derbiyada markaad ka soo wareegto wuxuun baad arkaysaa un gaadi taagan oo hay-ad hay-aadkii mujtamaca ka midi ay wadato oo irbad bu idhanay ka buuxdo oo kuwa daragga cabbaa soo maraya nin walba irbaddiisa la siinaya shantii irbadooda mintii irbadooda uu maanta isticmaali lahaa gaadhiguna derbi yar buu ku nabayay dadka looma sheegay meelahaasuu taagan yahay ragga farsamada yaqaan unbaa yaqaana meelaha istaagaan maxaa keenay waxaa keenay xal baa loo waayay xal markay waxu waayaan meeshani waa one man one vote westka waxa la yidhaahdaa xaq iyo baatil ma jiro walidaalik educational philosophiga waddanku wuxuu ku salaysan yahay arday haddaad too iskuul dhigato ma odhan kartid wuxuu waa sidaa ee ardada maxaa la baraa yay tururiya yay tururiya waxaun baa la sheegaa yacni i think so saasaan u filaya saasaan u malaynaya waayo ma jiro wax loo qof odhan kara waa sidaa arrinku qof waliba sida ila tahay aniga saasay ila tahay iyo saasay ila tahay waynu jiraa maadaama aanu jirin wax xaq iyo baatil la yidhaahda waxa wax lagu kala helaa waa maxay waa tiro waa fartaag 51% ciddii heshabaa xaq leh ama baarlamaan ha noqoto dowlad ha noqoto maamul ha noqoto anyone 51% helabaa xaq leh homosexualitygu hadday 51% helaan iyaga xaq leh mujtamac kale waa inuu minority-ga noqdaa qawaaniinta kooxdaasi waa inay sarraysaa ninka madaxdii waynu ka fekeraa un siduu u helayo koox kasta codkeeda taasi waxay sababtay baynu leenahay idmaanku mathalan marka loo taag waayo waxaa imanaysa in la yidhaahdo warba lightka ha la fasaxo light drugs waxaa taqaanin yurub maanta dhul ka mid ah light drugsku inay fasaxyihiin in tafudud waxaan lagu leeyahay tafudud dee berina ta culus baa la fasaxaya idan dariiqa way ku soo jirtaa ma foga berri inaad maqasho kokaiinta iyo herowiintu legali waa la wada baneeyey waayo dee maanta ba waxaa ogtiin legali in la baneeyey isdilku inuu sax noqdo dhakhtarku wax dilo awal dhakhtarka waa maxay medicineka shaqadiisa waa maxay dhakhtarku waa inuu bini aadam badbaadiyaa loo tareengareeyey socanka maaha waxaasoo dhaqaalaha maxaa loogu bixiyey ee kulliyadda loo sameeyey ee qofkan intaasoo sannadood wuxuu berinayay waxay ahayd inuu human being badbaadiyo laakiin haddii professionkiisa loo bedelo inuu dadka dila ka waran waa concept-kiiyo totally isbedelay de concept ahaa basharka ha la badbaadiyo haddii la yidhaha ninka dhakhtarka ahi qofkii isagu raba inuu dhinto ha dilo ka waran it's legal waxa ogtay nowadays yurub qaybo ka mid a inay tahay baarlamaanadu ay saxeexeen inuu dhakhtarku dadka dili karo wixii codsada idan waxaan leenahay waxani waxa ay sheegayaan inhiyaarka bulshadan ku soo socda waxay sheegayaan khawaar ruuxiya u fiirso mid madaxa dhan xiray mid salaanta iska xiray mid buudiis noqday mid hinduus noqday mirkoduush noqday mid sanamcaabud noqday waa maxay caqliga ka dambeeya inaad aragto nin yurub oo aad lahayd dayax iyo cirku ka waramaa
oo maanta sac caabudaya ka waran haddaad u timaado. Maxaa ka dambeeyay fikradda ka dambeysa maxayd? Nin Yurubiyan oo sac caabudaya markaad aragto, yacni aad waxaad se lahayd ninkan cirku u boodayo dhulku ka boodayo samad u tegay, laakiin khawaar ruuxii wuxuu gaadhsiiyey inta la joogi kari waayo in la helo mid dibida caabuda, mid looda caabuda, qaar jiirka caabuda, qaar shaytaanka caabuda. Cibaadatu shaytaan waa diin macruuf oo la yaqaano, waa cibaada caruurta la laayo dhiiggooda la cabo, kana jirta wasko caadiya. Idan in dadku adyaanta noocan qaata maxaa keenay? Maxaa keenay mujtamaca in la yidhaahdo 70% stress baa haya, kan baa haya, kan baa haya, waali ay u bataan xanuunada waalidii iyo masaxaadka ay aada ugu tiro bataan. Maxaa keenay in la yidhaahdo inxilaalka akhlaaqiga ah waxani ma wax fiican baa? Qof caqli ku jiro ku odhan kara way fiicantahay ma jiro. Hadday dood noqoto iyo cilmi hadday noqoto ama sayniskii xataa basharku intuu yaqaano hadday noqoto, qof caqli ku jiro odhan kara waa fiican yahay ma jiro. Laakiin haddana qof odhan kara waa la joojin karayaa ma jiro. Dadka foodkoodun baa la raadcaynaya ma in lama joojin karo. Waxaan leeyahay markaa laba khad baa isdhinac socda. Khad inhiyaari algharbi wuu dumayaa, isagaana istuminaya. Ma aha cadow iyo bamam lagu soo garaacay iyo daar laga dumay, waxa maaha, isagaa dumayo siisa isu duminaya. Waxaan leenahay islaamkuna wuxuu ahayaa muqawamaat alxayaa, ma aha intaynu soo duulaabaynu qabsanayna dad ama madaxaynu ku wada dhegayna. Waxaan leenahay muqawamaat alxayaad baan ahaynaa, maa ilxayaa, biyihii dadku ku noolaan lahaabaa sacbadeenna ku jira. Laakiin macalaasaf waynu dhiibi garan laanay, iyaguna naftu waa ka sii baxaysa, inana waaba dhiibi garan laanay inaan dadku u sharaxno maa ilxayaaga gacanteenna ku jira. Bal eh dee innagiibaa teennii ku hagaajin kari weynay, mar aad ka qaawan tahayna dee dadka ma odhan karaysid ku xaragood. Adigiibaa dee inaad riyahadday dib leeyin bay soomaalidu dhahan dabadooday ku qarin lahaayeen. Hal mashkila aanu arkayaa waska siyaasiyiintiisa qaybo ka badan maanta inay haysato dunidana ah mashkilada ugu dhibta badan lee dunida ka jirta. Mashkiladaasi waxay tahay, waxay og yihiin qaabkay u socdaan iyo dariiqoodu inuu masduud yahay, laakiin they have no other solution, ma hayaan xal kale. Laakiin waxay ahayd hadday iyagu xal waayaan axmaqnimada inay iska daayaan oo xal kale ciddii xal haysa inay ka raadceeyaan. Taa cagsigeeday mareenoo ah inay isku dayaan dunida inay diidaan moodal aan kood ahayn inuu soo baxo. Binaadamku waynu ku garaadlaynu moodalis baa la eegaa. Moodalku waxa weeyaan gaadhi markaad samaynayso moodalkiisa horta la sameeyaa, dan moodalkaa markaad ku qanacdaba wixii ka dambeeya la samayn karaa. Waxay diidayeen moodal in la sameeyo mathalan wadwa. Waxaan rumaysnay waxay tahay may rabaan dawlad yar oo miskiinada oo aan cidna wax ku samaynin oo aan terroris ahayn oo hadday doonto aan askariya militariba lahayn oo buur dusheed iska saaran laakiin islaamka dabaqda inay in la arko ma rabaan. Buur yar dusheed oo la saaran laakiin uu raba mujtamacoodaasi inay ku maamushaan qaab islaam inuu wasku arko ma rabo. Waayo waxaan loo rabin waxa weeyaan waa moodal ka gedisan moodalkoodii liberal democracy ama philosophical sidii la doonaha loo sharxo moodalka ay haysteen. Moodal ka gedisan weeyaan basharkuna hadduu arko moodal kale oo suurtagala iyo midhuhuu dhaliyay hadday arkaan oo ay soo baxaan mujtamac wada caqli qaba, cidina ku waallayn, cibaadadooda iska wata, dantooda raacanaya, dhaqaalooda iyo iqtisaadkooda fiicnaanaya, isku xidhnaantooda ay wanaagsan. Moodal kaloo noocaasi hadduu soo baxo waxa ay imanaysaa shiftku inuu dunida yimaado dee, waayo dadkii moodal bay u baahnaa in la yidhaaho war waxani waa wax soconaya ha la qaato, ama dadku inay aaminaan oo rumeeyaan. Taa ma yeelin in moodaliska ay ogolaadaan dunida in moodallo kale yimaadaan. Laakiin globalizationka dunida maanta ka socda waxa weeyaan annaga iclaama albath almubashir thaqaafadeennu waa inay noqotaa the global thaqaafada ah, aragtideennu waa inay noqotaa the global ta dunidao dhamme ay arkayso, mawaasiinta wax ku qiyaasanana waa inay noqoto the global dunidao dhamme siday wax u arkayso, educational philosophyga waa inuu noqdaa the global. Wax iyagaa wixii ka soo horjeedaana ma aha annagu cadow nagu yihi ama waa caduwul insaaniya bay leeyihin, waa bini aadamnimada wax ka soo horjeeda. Markaa bini aadamka caalamku waa inuu isku raacaa waxaas bini aadamnimadu ka soo horjeedaa in laga hortago.
مع كل ذلك احنا كسو كوبيا يدان مركه هربا دين تلمامي موضوع سيدي لو دغي سي ان هين انو غورماي واي وحان ركي سيده لو دغي انو يغو بلاادنايو بشريه دا يا سلام كي مستقبل كي دا سرا سوري انو يغو بلاادنايو سي كفدو دان ربا ان انو دغو اه سلام كي انو حل كريه هي سورا سوده ان عيدني عيلين كرينين اذا وحان لا اسلام نمدا حل دوني دا واه ما هم مسلم كاو وكليه كما ورميه وبشريه ما لي تكتب اسلام نما حلوه وانو ايمانيا شئتم ام ابيتم دي دا او غلطا او ايمانيا ادينكو هكا هادين هدبا الينا وحليه وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون امثالكم والله اعلم بالله التوفيق جزاه الله خير شيخ مصطفى محاضره سي قيم كله كساب سريد مستقبل ك اسلام ك يا بشريه هدو هب ادمنا مدن افدوب ك اما جلوباليزيشن ك وحلو يقان وانجلي دونا قيبه سؤالها ايان او غلينا يدو اي جيران اوغيسيسه مهمه محاضره كدب سي لو ود دغيستو سائل كن وها اوليهي ولال ما لوغ فسيري كرا حديث كي اد ك هداشه تلماميه ان دين اسلام كو اي غاريسو انت واغو كبريو ama ay qorax u soo baxdo dadkan muslimiinta ee dunida dacaladeeda u kala qaxay ee maanta imaarad kasta laga heli karo qof islaam ah oo Allah xusaya su'aasha taa kullarin waxa ay tahay xadiiska atiri muslimiinta caalamka xukumaya ma hal mar bay xukumi doonaan mise tartiib tartiib ay u qabsan doonaan taahan dadii mustaqbalku dawa oo darasid ee cid sida wuxu dhacaysa garanaysa ma jirto وصادالين ان لكن وحا حقيقه النصوص تو وحي شيغي سو ان نهاياتك ان الاسلام كان غوري كسته غاري دونو ولي غوري ولبا مو غادين بعز عزيز وبذل ذليل ولي غوري ولبا كما غادين لكن وحل انه غاري دونا مركا وحن رميسنا حديث كو ولي دبوبين لكن ددوي ان شاء الله تعالى باذن الله تعالى انه دبوبي دونو ان تنى ما ترتيب ترتيب وسما اسميا وسنه تاسي الهي قرانك وكتلماميا كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى يعني الهي وحط البامايا اسلام يسدو كريا بو كبعيون لميديه سيدي انين بير لو ريداي او دبتنا بالقي او دبتنا كرو سو بخي او دبتنا تير ادق يشاي او دبتنا لاميه فرحيي ان تاريخ العالم كنا دمينا نرغون wax bashar ka dunida ku nool oo dhabay mar qoraas ka wada qaataan wax waliba meel la way ka bilaabaan waanay kobcaano koraan marka ayada waxa iskaga koobaya ilaahay waa awooda inuu mar qora ka wada dhigo laakiin sunnada aan baranay aan filayno in wax u soconayaana waxa ay eegtay inuu waxani kobci doono wallahu aalam midda ku saabsan macnaha ma lagu fasiri karaa dadkan u soo jirooday baan gitilmaan waay saailkan waxa uu leeyahay iyadoo dhinaca su'aalaha dhibaato fara badan ay naga haysato waraaquhu ayaad u badan yihiin ilaa iyo maalmahan isoo noqnoqonayeen gabar islaameed baan rabaa inaan la baxsado ma ii banaan tahay lacag beenan qaataa ma xalaal baa su'aalaha ku saabsan arrimaha dadka waaweyn ma ka shaqeyn karaa aniga naagteedii waa kala degannahay dabcan su'aalaha noocaasi oo kale waraaqahoodu halkaas ay buuxaan ikhwatii horaan u sheegnay ama ku soo qora idin ma cafin ama ku soo qora qiyaamaan idin haysana annagana waxaan idin leenahay insha allah u doonta muxaadarooyinkii hore ayay ku wada jiraan su'aalahan kale oo iyagaanu aragnay muhiimadda waxa kamid ah walaal cilmiga caafimaadka wax ka barto oo leh waxaan jecelan lahaa in la ii yara iftiimiyo xadiiskii ninka yahuudiga ahaa uu weydiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam ee ka hadlayay marka gabadha ama wiilku oo aabihii ama hooyadii mid uu yara ekaanayo xadiiskii ninka yahuudiga ahaa uu weydiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam buu yiri marka gabadha ama wiilku uu ekaado hooyadii ama aabihii iyo marka uu wiil ama gabadh mid uu noqonayo su'aal noocaasa kala en waxaan jeclaan lahaa su'aalaha la weydiinayna mowduuca ku saabsanaadana ka hadlay mas'alada tan ku saabsan tibkan iyo sida uu noqonayo waa ku xawilaya waxaad baadhaa kitaabka doctor maxamed cali baar khalq al-insani bayna tib wal quraan wa kitabaat kugu mufiida haddaad dakhtartahay waxaan ka warramayaa brosaska dhammaantii ninka qorayna waa nin doctor caalam al-islaam ee dhakhaatiirta dunida ugu waaweyn zamaalad بريطانيا الأطباء البريطانيين زمالة دودة كترسن وأنا ريسيرشر باحث وينو مسلمة إن شاء الله كتابك سأقول نقو
baad ka heli doontaa waxaad uga baahantay masaalada ku saabsan oo dhan wallaahu aclam. Saailkan waxa uu leeyahay Sheekh Mustafa, si gaara su'aashan ha laigu weydiiyo. Waxaan doonayaa waddankii inaan tago oo aan reerkii kaxeeyo, hase yeeshee wadaaddii waxay igu xujeysay ilaa aad guri dhisto ma baxayo. Marka maxaan sameeyaa maadaama waddankiina aad ka timid oo aad igula talin lahayd? Mala halkan mawduuca in laysu su'aalaabay hayde talada meelaha inaynu ku faqnaabay hayde, laakiin haddaan soo koobo, waddanka aniga taladaydu waxay ahaan lahayd inta aydan guurin u fasax taga. Waddanka sidaa suuradda ka haysataan iyo suuraddu yahayba aad u kala gedisan, qofka bini aadamkiina meel aanu si fiican u garanayn in laguma qancin karo. Marka waynu guuraynaa, waxa ka roon bay aniga ila muuqataa inaad soo eegtaan oo soo daraasaysaan oo soo aragtaan, ama waa idinku qanci meel la degi karo inuu yahay, karaysata ah, dhisata ah, waxaad doontaanba sameeyo, ama waa idinku qanci waaye. Mid kalena waxaan idiin sheegayaa, dadka in badan waxay u fakaraysaa dadkii ma guuri karo, ama meeshii maanan intan reerkii raray bay iska soo noqdeen. Ana waxaan idin leeyahay, haddaa bil soo joogtaan, laba bilood haddaad soo joogtaan waa faa'iido. ilmaha aad geyso fasaxiisa qura ka kaalay raris iyo wax kale, saaxiibla labada bilooda fasaxa ilmaha aad geysaa, laba mid umu kugu soo noqonaya, isagoo qof diin kuu soo kororsadaya, ama ugu yaraan isagoo qof mentality soomaaliyeed sida ah, inaan soomaaliyeed ama inaan soomaaliyeed isagoo ah, oo caqliyada tolkii iyo dadkii iyo mujtamaciisu siday u fakaraan ugu yaraan garanaya. Maydan khasaarin haddaad sanad soo joogtaan, haddaad lix bilood soo joogtaan, haddaad laba sano joogtaan. Anu waxaa idin leeyahay, fadhigay dhaantaa mid waliba, mid waliba fadhigay dhaantaa. Haddaad guuri kari weydo, fasaxyada ka dhigo. Kunkan dollar tikidhka ama labada kun oo dollar tikidhka aad goosanaysaana waxba ha la jeclaynina, intaa ka helaysaa ma ka badan. Waxaan rumaysanay qadiya tarbawiya ah, environmentkaasi intuu idinku soo kordhinayo ayaa mar kasta ka badan kunkan iyo labada tan. islaamaha la dhoofiyo oo idinku dhoofa oo caruurta dhoofiya oo waxba ingiriiska iyo meelaha kana u fasax geynine, u fasax geeya tuulooyinkiinni iyo meelihiinni, wax badan oo advanjara oo fiican oo qurux laba insha allahu tacaala soo arkaysaan. Waana qanci doontaan inaad degi kartaan, calal aqal waxaa soo baran doontaan inaad degtaan waxa ay u baahan tahay. Iminka khayaal baad iska dhaadhicinaysaa meeshaynu tegi doona, laakiin markaad tagtaa unbaa problems badan iyo mashaakil badan kaa hor imado. Laakiin haddaad tagto oo soo noolaato, soo egeegto, soo noqoto, waxaad soo baranaysaa at least xataa marka dambe aad go'aansato inaad guurto waxaad u baahan tahay wuxuu yihi. Iminka waxa aqligaydi kaga wada jira qasaalad iyo kuukar iyo maxaa la yidhahdaa washing machine iyo waxaas baa loo baahan yahay.